السلام عليكم. موعد وقت مباراة فريق الرجاء الرياضي المغربي وفريق سيمبا التنزاني في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا 2023، والقنوات الناقلة لهذه المباراة. يحتل فريق الرجاء الرياضي المغربي المركز الأول في ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا برصيد 13 نقطة، ويحتل فريق سيمبا التنزاني المركز الثاني برصيد 9 نقاط. ويستقبل الرجاء الرياضي سيمبو في الجولة السادسة من دور مجموعة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 31 مارس 2023 على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في تمام الساعة 10 ليلا بتوقيت المغرب، 11 ليلا بتوقيت الجزائر وتونس، 12 ليلا بتوقيت مصر إن شاء الله. ومن المرتقب نقل هذه المباراة على قناة بي إن سبورتس HD 4.